ان شاء الله احنا دائما نتمنوا كوتش الافضل للمنتخب الوطني. نمر شويه لخيارات رابح ماجر، نتكلموا على خيار اللي يبقى دائما ربما كما قلت لك يثير تساؤلات، هو اختيار شاوشي فوزي حارس اول للمنتخب الوطني. كي نتكلموا على فوزي شاوشي ربما كوتش، بزاف ناس راهم ما يختلفوش انه فوزي شاوشي مستوى في البطوله الوطنيه ربما يعادل مستوى عديد من الحراس. اليوم وقع الاختيار على فوزي شاوشي على حساب طبعا الرئيس وهاب مبوحي اللي كان هو الحارس المنتخب الوطني. اليوم الرئيس وهاب مبوحي يقدم مستوى لا باس به في البطوله السعوديه. احنا التساؤل اللي جينا كوتش انه الناخبين اللي جازوا كامل من قبل مبوحي ما كانش يلعب، مبوحي كان من دون فريق، دائما كان عنده مكان في المنتخب الوطني. احنا كصحافه انتقدنا هذا الامر. اليوم مبوحي راه يقدم مستوى لاباس به مع البطوله السعوديه وراه غايب عن المنتخب الوطني، احنا الصحافه انتقدنا هذا الامر. يعني هل كانت توضح لنا خيارات اللي مبنيه على فوزي شاوشي وعلى ماشي لازم مبوحي مي على شاوشي، على شاوشي ومبوحي علاش تم استبعاده؟ شوف بكل صراحه انا ما حبش نتكلم على علاش يعني ابعدت بعض اللاعبين وخليت بعض اللاعبين، وحنا حتى كطاقم فني لا هذا خياركم كوتش، هذا خياركم انتم مسؤولين عليه، حنا برك فقط نتسائلوا ليك حتى نجاوبوا الراي العام. نتكلم على شاوشي، ما تنساوش حاليا المنتخب متكون بثلاث حراس في المنتخب الوطني الجزائري، من شاوشي من ايضا صالحي ومساوي مساوي نعم. الحارس الشاب. حنا رانا نشتغل ودائما نقول الباب يبقى مفتوح الى اي حارس اخر ممكن نشوف لازم عليا نجيبه الى الفريق الوطني. الان شاوشي بعض الاحيان يمر بظروف صعبه جدا، لان ولاحظتوا هذوك الصحفيين يعني يلي جامي ترونكيل، يلي جامي ترونكيل دائما نعم. عنده مزاج صعب يعني دائما الناس يعني لو بروفوك وهكذا وهكذا مع الفريق تاعه مولوديه الجزائر، يعني هذا الشيء مؤسف مؤسف. يعني كان المفروض يعني الاحترام لهذا الرجل الذي قدم الكثير للكره الجزائريه، وما تنساوش ثاني ايضا ما قدم في ام درمان يعني لما المنتخب الوطني الجزائري تاهل الى كاس العالم. لازم علينا شويه احترام لهذا الرجل، موش لان ما لم يلعب مباراه مليحه لازم نحيه ونسمع الناس وش يقولوا عليه. احنا كمسؤولين على الفريق الوطني احنا نتحمل هذه المسؤوليه، احنا اوني لا بور غاني لو جوار اوني با لا بور بيرد لو جوار باسكو لو كان